بنهاية كل سنة بيكون في عنا الشعور الفضول والرغبة لمعرفة الأحداث والتنبؤات اللي ممكن إنه تصير بالسنة الجديدة. فالأمر صار عنا عادي واستمتاع لأعرف شو ممكن إنه يصير بهاي السنة، وخاصة بعد ما نتابع المنجمين وبالفعل تصير الأحداث اللي لمحوا عليها. وخلينا نركز على كلمة تلميح لنعرف شو المقصود منها. فبنهاية سنة 2019 المنجمة ماجي فرح قالت إنه رح يصير احتجاجات عالمية بسنة 2020 وتعمل ضجة كبيرة، وبالفعل صارت احتجاجات بأمريكا بسبب مقتل جورج فلويد، وكمان ميشيل حايك اتنبأ بحدوث حدث كبير بمرفق بيروت، وغير هون من الأحداث اللي تنبأوا بوقوعها وصارت بالفعل. طيب هون نجي للسؤال الأهم، معقول بعد كل هاي الأحداث والتوقعات اللي عم تصير هي عم تصير بالصدفة ومجرد حكي أو هو بما يسمى علم الأبراج؟ قبل ما نتابع موضوع الحلقة بتمنى منك لو كنت أول مرة تشاهد قناتنا إنك تدعمنا بلايك، تشترك بالقناة، تكتبنا رأيك في التعليقات. مشاهدة ممتعة. اليوم رح نحكي عن هاي التوقعات وشو علاقتها بعلم الفلك، وهل هي حقيقة أو مجرد خدعة. فلو منجي ومفكر بالواقع شوي ومن قبل كذا سنة لهلأ بنلاقي فعليا أنه كل سنة عم بصير في عنا احتجاجات ومظاهرات بالعالم، فمن الطبيعي أنه يكون هذا التوقع مذكور بسنة 2020. ولو بدنا نحكي عن مرفق بيروت ومنركز على الأحداث، فكان يصير عمليات تهريب كبيرة للمخدرات واكتشاف هاي العمليات وإحباطها بالسنين الماضية. فوقت هالأشخاص بيتنبؤوا عن حدث معين وما يصير، ما بنعطي انتباهنا على انه هذا الحدث ما صار، اولا لانه طبيعه العقل البشري يركز على الشيء الملموس والواقعي. فعلى سبيل المثال الابراج والتوقعات والمنجمين للاحداث والصفات الموجوده بشخصياتنا، فوقت بنسمع انه عم يحكوا عن برجنا بانه حساس وعاطفي وعنده شغف، تلقائيا بنحس انه هي صفات موجوده فينا. طبعا راح تحسها فيك لانه هي صفات ايجابيه وما في اي شخص بالعالم بحس حاله غير هيك. اما بالنسبه للاحداث اللي بتصير مثل انه يكون في مشاكل عاطفيه او ماليه، فهذا التنبؤ هو بديهي وكلنا بمر علينا أيام صعبة وهالشيء متوقع ومعروف. ومن هون بنفهم بأنه كلمة تلميح هي أحداث وقصص متوقع جدا أنه تصير معك، ولو ما صار هذا الحدث فهو بضل مجرد حكي ونقال وما بنعطي أي أهمية له. وفي تجربة شهيرة أجراها شخص يدعى جيمس راندي تثبت أنه معظم الناس بيتفقوا عن أي شيء بينحكى عن شخصياتهم. فالشيء اللي عمله راندي هو أنه جاب عدد من الأشخاص من ولايات مختلفة وقال لهم أنه رح يعطيهم ورقة بتتنبأ بصفاتهم الشخصية بناء على تاريخ ولادتهم. فالنتيجة كانت صدمة كبيرة، وهو انه الكل وافق على انه المعلومات الموجودة بالورقة تتناسب مع شخصياتهم بشكل كبير. ولكن المضحك بالامر انه راندي قال لهم انه هاي الورقة نفسها عند كل المشاركين وبنفس المعلومات. ومع ذلك انا متوقع انه بعد كل هالكلام رح يجي حدا ويقول انه هالشي ما صحيح، وانه في علم ودراسات بيدرسوها وبيستنتجوا منها هذا الكلام. طيب لو نحكي بشكل علمي عن هالموضوع وعن الارتباطات اللي ممكن تصير بين النجوم وشخصية الانسان، فقبل 3000 سنة اكتشف البابليين الأبراج، وعن طريق ربط كل برج بمجموعة من النجوم واكتشاف أشكال إلها مثل الميزان والعقرب وغيرها. ولكن مثير بالأمر إنه البابليين ما كانوا دقيقين لتحديد هاي الأبراج بحسب وكالة ناسا، والسبب إنهم حددوا بوقتها 13 برج لكن تجاهلوا البرج 13 واللي سموه أوفيكوس أو مجموعة حواء، فكان تقسيم الأبراج على أيام السنة غير متساوي. وسبب هالخطأ الغير دقيق أكدت وكالة ناسا أن التنجيم هو ليس علم، وإنما العلم الحقيقي هو علم الفلك واللي بيدرسوا فيه وضع العالم الفضائي كالكواكب والشمس والنجوم، وهو منفصل تماما عن التنجيم وعلاقته بالإنسان، وهو قائم على دلائل وبراهين بهدف التطور بالمستقبل تماما عكس التنجيم. وما في حقائق ودراسات تثبت أن التنجيم هو علم مبرهن وصحيح، وإنما هو عبارة عن توقعات وتنبؤات ممكن أن تصير بالمستقبل وممكن لا. فلو صار وحدث بالفعل الشيء اللي تنبؤوا بوقوعه، ما بيعني الأمر أنه هني دائما تنبؤاتهم صحيحة وأنه رح تصير مع مرور الوقت. ولهون مكون وصلنا لنهاية حديثنا اليوم. منك لو عجبتك الفكرة حط لنا لايك وتشاركونا بآرائكم بالتعليقات حول هذا الموضوع.